نبدأ بعد كده الجزء الثاني من المحاضرة، هنتكلم فيه على السنجل فيز فول ويف، بس المرة دي هيبقى الكنترول ريكتيفاير في نفس الأحمال اللي احنا درسناها. الفرق الوحيد في الرسومات وفي الدوائر عن الجزء الأولاني من المحاضرة إن أنا بدل ما مستخدمة دايدز أنا استخدمت المرة دي ثيرستورز. الثيرستور بنسميها اس واحد واس اتنين واس تلاتة واس اربعة، هي نفس طريقة التشغيل بتاع الدايرة، بس زي ما احنا عارفين ان الفرق ما بين الثيرستور والدايدز ان انا بيبقى فيه فايرنج سيجنال لازم اديها للجيت الاول عشان يبدأ يشتغل، وكانت الفايرنج سيجنال زي ما اخدنا قبل كده ان انا بديها عند اللحظة اللي بسميها الفا. طيب لو جينا بصينا لشكل الدايره الاولانيه عندنا هلاقي برضو ان انا عندي الفي سبلاي اللي هو في ماكسيمم ساين اوميجا تي، وعندي اربعه ثيرستورز برضو الترقيم بتاعهم مهم لان ده الترقيم بتاع الاوبريشن بتاعهم برضو اللي هو الترقيم بتاع التشغيل بتاعهم، وعندي الاوتبوت فولتج جايباه على لود، اللود المره دي هيكون ريزيستيف لود، وزي ما اتفقنا في البوزيتيف هاف سايكل مين اللي هيشتغل؟ هيشتغل عندي ثيرستور اس واحد واس اتنين، بس الزيادة المرة دي ان انا لازم اديهم فايرنج سيجنال عند الفا، وفي النيجاتيف هاف سايكل هيبقى اس تلاتة واس اربعة هما اللي هيشتغلوا عندي، وبرضو لازم اديهم الفايرنج سيجنال في الفا زائد باي، وهنشوف الكلام ده بالتفصيل في الرسومات. ده زي ما اتفقنا في الدايره بتاعه الانكنترولد، ده المسار بتاع التيار في البوزيتيف هاف سايكل، هيخرج لي من السبلاي هيعدي في الثيرستور تي واحد، وبعدين يروح على الار لود، وبعدين يرجع في الثيرستور تي اتنين، وبعدين هيخش لي في السبلاي. ده شكل مسار التيار عندنا في النيجاتيف هاف سايكل، هيخرج من السبلاي هيمشي في ثيرستور تي 3 وبعدين يروح لللود، وبعدين هيرجع لي في ثيرستور تي 4 ويخش على السبلاي تاني. جينا بدأنا نرسم الويف فورمز، اول خطوة عندنا زي ما اتفقنا هروح جاية رسمة الاكسس بتاع الفي سبلاي مع الاوميجا تي، وهرسم الساين ويف بتاعتنا من 0 لغاية 2 باي مثلا، وبعدين بعد كده هوت عشان اقدر ارسم بقيه الويف فورمز بتاعه الثايرستورز والكلام ده كله، المفروض ان انت الفولت اللي بيتكون على تي 3 وتي 4 بيبقى النيجاتيف بتاع الفي سبلاي، فهبتدي ارسمه دوتد اللي هو النيجاتيف بتاع الفي سبلاي، يبقى بدل ما هو في اي بي هيبقى الفي بي اي، يبقى دي اول خطوه عندنا. هبتدي من عند النقط الاساسيه اللي هي الالفا والباي وباي زائد الفا واتنين باي، هبتدي انزل خطوط خفيفة كده عشان اقدر ارسم بقية الرسومات بتاعت الويف فورمز بتاعت الدايرة بتاعتنا. بعد ما رسمنا الفي سبلاي هبتدي ارسم الجيت سيجنال بتاعتنا اللي هي الفايرنج سيجنال اللي بتحصل لي عند الفا للجيتس بتاع الثيرستور واحد واتنين، يبقى هاجي من عند الخط اللي هو نازل من فوق عند انجل الفا، هبتدي اروح رسمه زي مستطيل صغير او اللي هو سكوير ويف صغير، هيكون عند اللي هو الجيت سيجنال بتاعنا او الاي جيت بتاع الثيرستور تي واحد وتي اتنين. بعد كده هو عايزين نرسم الاي اوتبوت والفي اوتبوت اللي هيظهر لي على الار لود. طيب زي ما احنا عارفين ان انت الاول كان الثيرستور تي واحد وتي اتنين مش شغالين، فهيكون التيار والفولت اللي بيتكون على اللود بصفر، وبعدين هيبتدي ياخد شكل الساين ويف بتاعة السبلاي اول ما بدي الفايرنج سيجنال بتاعة الجيت. ليه؟ لان انا كده الثيرستور تي واحد وتي اتنين الشروط بتاعة التشغيل بتاعتهم اتحققت، اللي هي ان الفي انود اكبر من في كاثود، وانا مدياهم الجيت سيجنال بتاعتهم، يبقى ده هيبقى شكل الاي اوتبوت والفي اوتبوت في اول جزء اللي هو من الفا لغايه باي. طيب لو جينا رسمنا زودنا على الرسومات اللي فاتت، عايزين نرسم بقى الفولتج اللي على ثيرستور واحد واثنين وتلاتة واربعة. طيب زي ما احنا قلنا ان في ثيرستور واحد واثنين من زيرو لغاية النقطة الفا، ايه اللي حصل؟ هما ما كانوش شغالين، فالفي بتاعهم هو الفي بتاعة السبلاي، وبعدين بعد كده من الفا لغاية باي زائد الفا ابتدوا يشتغلوا عندنا، فبيبقى شورت سيركت فالفولتج بتاعهم بقى بصفر. العكس الكلام ده هنقوله في الفي ثيرستور 3 و 4 من 0 لغاية الفا، هم المفروض كانوا operating عندنا لأن كان عليهم gate signal، وكان الفولتج بتاع الانود بتاعهم أكبر من الفولتج بتاعة الكاثود، فبالتالي الفولت اللي عليهم هيبقى بصفر،
وبعدين بعد كده هو بقى من الفا لغاية باي او باي زائد الفا، المفروض السيجنال دي هتتكمل في الرسمة اللي بعديها. ايه اللي بيحصل عندي؟ هم بقوا open circuit، بس الفولتج اللي عليهم المرة دي هو negative ال V بتاعة ال supply اللي هو minus VAB، يبقى انا همشي على ال curve ال dotted بتاعي اللي هو فوق خالص، مش همشي على ال curve اللي هو بتاع ال supply نفسه، لا ده انا همشي على ال negative بتاعه عشان اقدر ارسم ال curve بتاع V thyristor 3 و V thyristor 4. هو زي ما واضح هنا عندنا في الرسمة، ادي كده انا اديت اي جيت واحد ورسمت من الفا لغاية باي الاي نوت والفي نوت، ورسمت الفي ثايرستور واحد واثنين، وبرضو من الفا لغاية باي زائد الفا كان اللي هو ثايرستور تلاتة واربعة كان عندنا اوبن سيركت، فاخدوا النيجاتيف بتاع السبلاي بتاعنا او نيجاتيف في بي اي نيجاتيف في اي بي، فرسمنا الكيرف بتاعهم كده كامل. هنيجي بعد كده عند الفا زائد باي اللي هي النقطة الجديدة، ايه اللي هيحصل فيها؟ عند الفا زائد باي هبتدي ادي فايرنج سيجنال للثايرستور 3 و4، يبقى كده هاجي عند النقطة اللي اسمها الفا زائد باي، هبتدي ان انا ادي الجيتنج سيجنال بتاع الثايرستور 3 و4، والشرط بتاع الانود بتاعهم اكبر من الكاثود، خلاص كده اتحقق في النيجاتيف هاف سايكل، يبقى الثايرستور 3 و4 هيبتدوا يشتغلوا عندنا، هيبتدي يمرروا لي الاي اوتبوت، برضو هيمرروا لي الفي اوتبوت، ونفس الكلام هيتعاد على الفي بتاعه الثايرستور تي 1 وتي 2، ان انا هيكون في الحاله دي تي 1 وتي 2 هيكونوا اوبن سيركت، فالفولتج اللي عليهم هيكون النيجاتيف اللي هو ال V supply بس في negative half cycle، وال V 3 و V 4 هيكونوا أصلا operating، فهيكون ال voltage عندهم من alpha plus pi لغاية ال firing signal الجديدة هيكون بتاعة الثيرستورز التانيين هيكون بصفر. هتبتدي بعد كده الويفز عندنا تتكرر بعد ما خلصت الالفا زائد باي، بعد ما عديت الاتنين باي عند اتنين باي زائد الفا هبتدي اعمل فايرنج للجيت اللي هو الاولاني والتاني، فالويف بتاعتي هتبتدي تتكرر بنفس الطريقة اللي احنا قلناها، نفس الدايرة برضو بتاعت السنتر تاب هنلاقي لها نفس الرسومات، بس الفرق برضو ان انا بيكون في عندي اللي هو الفايرنج انجل بتاعت الثايرستور اس واحد واس اتنين، بس هي كطريقة شغل زي ما اتكلمنا عنها بالظبط في الجزء الاولاني من المحاضرة في حالة الانكنترولد في حالة الدايودز. نشوف القوانين بعد كده، الفي اوتبوت الافريج بتاعنا هيساوي واحد على باي من الفا الباي في ماكسيمم ساين اوميجا تي دي اوميجا تي، هيطلع لك الحل بتاع الانتجريشن ده هيطلع بفي ماكسيمم على باي واحد زائد كوزاين الفا، والاي افريج بتاعنا هو الفي اوتبوت على ار اللي هو الفي ماكسيمم على باي ار في واحد زائد كوزاين الفا، والفي اوتبوت ار ام اس هيطلع بفي ماكسيمم جذر التربيعي لنص ناقص الفا على اتنين باي زائد ساين اتنين الفا على اربعة باي. نيجي بعد كده لتاني دايرة عندنا في الكنترولد سنجل فيز فول ويف ريكتفايرز، المرة دي هنستخدم اللود بتاعنا ار ال لود زي ما هو ظاهر عندنا في الرسمة، وبرضو زي ما اتفقنا ان في البوزيتيف هاف سايكل تي واحد وتي اتنين هما اللي هيشتغلوا عندنا مع وجود الفايرنج سيجنال بتاعتهم، وتي تلاتة وتي اربعة اللي هيشتغلوا في النيجاتيف هاف سايكل مع وجود برضو الفايرنج سيجنال بتاعتهم. نيجي نمسك الكيرف الاولاني عندنا اللي هو الفي سبلاي، وزي ما اتفقنا ان هو بيكون عبارة عن اي سي ويف اي سي ساين ويف، فهنرسمه زي ما احنا اتعودنا نرسمه. طيب اللي هو الكيرف اللي بالمنقط ده لو الفوق الفي سبلاي اللي هو الفي ما بين النقطتين A و B عندنا هيبقى ده النيجاتيف بتاعه، ليه؟ عشان اقدر اجيب الفولتجز والحاجات بتاعة الثيرستورز اللي بتشتغل لي في النيجاتيف هاف سايكل. طيب الكيرف اللي بعد كده ده عبارة عن الفايرنج سيجنالز بتاعتنا بتاعة الجيتس بتاعة الثيرستورز المختلفة، فالاولاني ده اللي هو اي جيت واحد واي جيت اتنين انا هروح جاي عند نقطة الفا ومدية الفايرنج سيجنال بتاعنا بتاع الاثنين ثيرستورز اللي هما واحد واتنين عشان يبتدوا يشتغلوا عندنا في البوزيتيف هاف سايكل، وبعدين هاجي بعد كده عند اتنين باي زائد الفا هرجع اديهم تاني الفايرنج سيجنال بتاعتهم.
طيب نيجي نتكلم على الفايرنج سيجنال بتاع جيت 3 وجيت 4، هلاقي ان انا في الاول في البوزيتيف هاف سايكل مش هديهم فايرنج سيجنال فمش هيشتغلوا عندي، وفي النيجاتيف هاف سايكل هديهم الفايرنج سيجنال بتاعتهم عند باي زائد الفا، وبعدين هرجع اكرر الفايرنج سيجنال دي كل 2 باي. يبقى كده عرفنا اول حاجة شكل الفي سبلاي، عرفنا ان انا امتى هدي الجيت سيجنال بتاعتي للثيرستورز. نيجي بعد كده عايزين نرسم الفي اوتبوت بتاعنا. لو جينا بصينا هنا هوت من الفا لباي زائد الفا، كان مين اللي شغال؟ كان شغال عندنا الثيرستور اللي هما تي واحد والتي تلاتة تي اتنين، فبالتالي هيبقى الفي اوتبوت بتاعنا هو الفي سبلاي عندنا. طيب بعد كده هوت من باي زائد الفا لغاية 2 باي زائد الفا، بقى عندنا اللي شغال مين؟ اللي هو الثيرستور تي 3 وتي 4. يبقى برضو هنكرر نفس شكل الفي سبلاي بس من باي زائد الفا لغاية 2 باي زائد الفا، والسيجنال بتاعتنا هتفضل تتكرر. نيجي بعد كده نشوف الاي اوتبوت زي ما اتفقنا. في حالة اللودز الار ال او الهايلي اندكتيف لودز بيكون التيار اقرب ما يكون للدي سي. ليه؟ لان الاندكتور ما بتسمحش ان انا التيار عندك ينزل للصفر، فبالتالي هيجي عند من الفا لغاية باي زائد الفا انت عندك في تيار بيمشي نتيجة ان الثيرستورز واحد واتنين شغالين. قبل ما هيبتدي ينزل للصفر عندنا، لا ده هيكون الثيرستور 3 و4 هيبتدوا يشتغلوا فهيمرر تيار، فبالتالي هيبقى اكنه دي سي. بعد كده هوت الكيرف اللي بعد كده عندنا اللي هو الفي بتاع الثيرستور 1 و2، زي ما اتفقنا ان انا في البوزيتيف هاف سايكل بتاعنا قبل ما يحصل له الفايرنج بتاعنا هيكون مش شغال، هيكون open circuit، فبالتالي هيبقى الفولتج اللي عليه هو الجزء بتاع ال V supply عندنا. وبعدين من الفا لغاية باي زائد الفا المفروض ان هم ابتدوا يعملوا conduction، فالفولت اللي عليهم هيكون بصفر لان هم اكنهم short circuit، وبعدين هيرجعوا يبقوا open circuit تاني، فهبتدي اشوف ال V supply شكله ايه، وهيبقى هو اللي على ال V thyristor 1 و2. نفس الكلام هنعيده على ال V thyristor 3 و4، ان انت من 0 لألفا هم كانوا المفروض ان هم كانوا شغالين او شورت سيركت، فالفولت اللي عليهم كان بصفر. بعدين ابتدوا ان هم بقوا اوبن سيركت، فمن الفا لغاية باي زائد الفا اللي حصل هيبتدوا يجيبوا لك اللي هو ال VBA او اللي هو النيجاتيف بتاع ال V supply، فهنمشي على الكيرف اللي هو المنقط اللي هو فوق خالص ده. يبقى بالتالي هنرسم الفي ثيرستور 3 وفي ثيرستور 4. اخر معلومة عايزين نقولها في السنجل فيز فول ويف كنترول ريكتيفايرز، ان انا ممكن اشغلهم على انهم انفرترز. بدل ما هم هيحولوا لك الاي سي للدي سي، لا ده هم هيحولوا الدي سي للاي سي. الكلام ده له شرط مهم جدا، ان انا لازم يكون في عندي دي سي سبلاي موجود مع اللود بتاعنا، وبيكون البولاريتي بتاعته عكس اللي في الرسمة دي. والشرط بتاعنا ان الالفا او الفايرنج بتاع الثيرستورز بتاعتنا هتكون من 90 لمية وتمانين، والبي بتاعة البريدج بتاعنا او اللي هو الباور بتاعة البريدج بتاعنا هي هتكون البي اوتبوت اللي هي هتبقى بي اي سي اللي هي ناقص اي اوتبوت في الفي اوتبوت. كده احنا خلصنا الجزء بتاع السنجل فيز فول ويف كنترولد وان كنترولد ريكتيفاير. المطلوب في الجزء ده ان انت تعرف الدوائر اللي احنا خدناها، الشكل بتاع السيركت وشكل الويف فورمز، ولو في قوانين موجودة عندك بتحفظها من غير الاثبات بتاعها. والمسائل عندنا هتكون في ابليكيشن في الشيت اللي هناخده في السكشن. واخر جزء بتاع الانفرتر ده لو اتسألت فيه هتتسأل في شكل الرسمة، هتقولي الشروط بتاعتي ان انا لازم يكون في دي سي سبلاي موجود مع الحمل، هيكون عندك الالفا من 90 لمية وتمانين. ولو سألتك على البي بتاعة البريدج هتكون بتساوي كام، هتقولي ان هي هتبقى ناقص اي اوتبوت في الفي اوتبوت.